سؤالين يدوروا في فلك واحد. سؤال بيقول لماذا قال الرب يسوع في حديثه عن علامات نهاية الزمان: ويل للحبالة والمرضعات في هذه الأيام؟ وسؤال تاني بيقول استعدوا لألا يكون هربكم في سبت أو شتاء، ما المقصود بذلك؟ الكلام عن نهاية الأزمنة جه في موضعين: في متى إصحاح 24 وفي مرقس إصحاح 13. وكان الإصحاح بيتكلم على نقطتين مش نقطة واحدة. نقطة منهم عن نهاية الأزمنة، ونقطة تانية عن خراب أورشليم. فالجزء الخاص بخراب أورشليم هو اللي قال عليه السيد المسيح: صلوا لئلا يكون هربكم في شتاء أو سبت. طبعا لو كان عن نهاية العالم ما فيش حد هيهرب، العالم هينتهي وربنا هياخد الكل وبنتهى، فما فيش هروب. لكن صلوا لئلا يكون هربكم في شتاء أو سبت، دي عن خراب أورشليم لما هجم القائد تيتوس وخرب أورشليم وحطم الهيكل والناس هربوا. فعن هذا الهروب قال السيد المسيح قبلها: صلوا لئلا يكون هربكم في شتاء أو سبت، لأن الأيام هتبقى عصيبة وصعب إن الواحد يهرب في الشتاء، وصعب الهروب في السبت لأن اليهود في السبت ما يحبش يشيل حاجة، يقول أنا كسرت وصية السبت، حتى نفس السفر صعب بالنسبة ليوم السبت. وعن نفس الوضع قال: ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأن لما يجوا يهربوا أثناء خراب أورشليم الحبلة بتبقى تعبانة، مش قادرة تمشي بسرعة ولا تخط جبال ولا حاجة لألا تسقط، والمرضعات بيبقوا تعبانين وهم شايلين. كل دية عن خراب أورشليم وليس عن المجيء الثاني ونهاية الزمان. الجزء الثاني بتاع نهاية الزمان فيه كلام غير كده خالص.